بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واليوم وصلنا معاكم في العشر الأواخر من رمضان. لا شك بأن اليوم راح نتكلم فيها بشكل خاص ومحدد في برنامجنا خطوة في رمضان عن ليلة القدر. لا شك بأن هذه الليلة خير من ألف شهر، بلا شك بأن هذه الليلة لها آدابها ولها سلوكياتها ولها أفعالها وأيضا لها أعمالها. كل هذه الأمور تعتبر فرصة لنا إحنا وخطوة للتغيير، خطوة إذا فهمناها صح بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى راح يغنينا عن 83 سنة، ألف شهر. ولكم أنتم عاد أن تتخيلون شنو الأجر الموجود في هذه الليلة. اليوم راح نتكلم مع مستشار تربوي الشيخ عبد الله المصباح. الساعة المباركة شيخ، تقبل الله طاعتك، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير دكتور ومشاهدي الكرام. آمين. بداية شيخ الغالي، لو نبي نتكلم عن فضل هذه الليلة، ليلة القدر. طبعا في البداية الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. طبعا ليلة القدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أيام رمضان كان يجتهد في العبادة، ولكن إذا دخلت العشر يعني كما بينت أحد أمهات المؤمنين تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يشد المأزر ويحيي ليلة ويوقظ أهله، والسبب كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى هذه الليلة، بل كان يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام انتظار لهذه الليلة، يعني يتفرغ لهذه الليلة. طبعا ليلة القدر لها علامات قبلية وبعدية، ويعني بعض التنبيه هي طبعا ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، وتكون كذلك بالأوتار. يعني تكون ليلة 21 23 25 27 29. طبعا ورد في أحاديث أنها 27، ولكن الأحوط اي نعم والأكمل أن يعني العشرة كلها. هذا هو يعني نصيحة لنفسي وأهلي وإخواني والمستمعين والمشاهدين، أنك تقوم جميع الليالي. ليش؟ بإذن الله أنك راح توافق هذه الليلة. صح. يعني في بعض الناس، في ناس يعني يتخير ليالي معينة، الأكمل صلهم وبإذن الله أنت وافق ليلة القدر. يعني هذا أمر ليلة القدر. طبعا لها علامات قبلية ولها علامات بعدية، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى إن القرآن أنزل في ليلة القدر. نعم. إن أنزلناه في ليلة القدر، والله سبحانه يقول وما أدراك يعني نعم. شأن هذه الليلة وعظم هذه الليلة، يعني وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر، مو ألف شهر، بل هي أكثر من يعني ألف شهر، أفضل من ألف شهر. يعني العلماء يقولون يعني أكثر من عبادة 83 سنة. يعني الإنسان لو من بعد المغرب يعني من بعد ما يصلي يرفع إيده من المغرب، وكذلك يصلي العشاء ويرفع إيده لأذان الفجر، ما عطى وقت محدد لهذا الظهور. يعني شيخ لا ما عطى حق هذه الليلة. يعني لو الإنسان يقضي هذه الليلة سجود لله من بداية الليل للفجر، هم كذلك ما شيخ يعني سؤال الليلة هذه سؤال العظيمة. الحين هذه الليلة اي نعم اللي هي قلنا أول شيء اتفقنا على أنها في الوتر من العشر الأواخر. أي نعم. بداية هذه الليلة من صلاة المغرب ولا من بعد يعني اللي هو الثلث الأخير من الليل؟ أي هو الإنسان الأحوط يحيي الليل من بعد صلاة المغرب. هو طبعا ما يقدر يصلي الليل كله. نعم. ينوع يعني بعض الأحيان وقت مثلا يكثر من الدعاء. أي. مثلا يدعو. بعض الأحيان لا، مثلا ممكن يصلي يكون في الصلاة. بعض الأحيان ممكن بالصلاة يجمع بين الدعاء وبين الصلاة. بعض الأحيان ممكن يذكر الله سبحانه وتعالى، ينوع يعني بالأعمال الصالحة. طبعا علاماتها يعني غير إنها ليلة مثلا لا هي باردة ولا هي حارة، يعني بعض الأقوال الشمس يكون فيها. هذا طبعا الليلة اللي بعدها هذا ما الإنسان خلاص راحت عليه يعني مثلا ثاني يوم، في خاصة يعني كثير من الناس كل يوم يحط الأوتار. صح.
مثلا نشوفوا مثلا ظهور الشمس، هي طبعا تكون تطلع مثل سبحان الله مثل القمر سبحان. يعني في بدايتها في الشروق أي. يعني الانسان يستطيع ان يعني يرى الشمس ما تاثر في عينه في عينه في بدايه شروقها، تكون مثل سبحان الله مثل القمر. في بعض الاحيان يعني كما حدث في عهد النبي ممكن امرأة صالحة أي. رجل صالح ممكن يرى هذه الليلة صح. كما يعني حدث في زمن طبعا الليلة. شيخ شو المقصود انه يرى هذه الليلة؟ هل مثلا لها مثلا ضوء معين؟ هل لها مثلا حدث معين؟ يعني خاصة في بعض يعني الطاعة لها أي. اثار وراحة سبحان الله. في بعض الاحيان تلقى الليلة هذه انسان يجد راحة يعني سبحان الله يحس بالتغيير يحس مثلاً. ان في شيء تغير يعني راحة مو طبيعية صح. يعني بعض الاحيان يعني تلقى يجد الانسان هو طبيعي برمضان مرتاح والحمد لله يعني اغلب اعمال تلاوة القرآن مثلا صلاة الارحام القيام الصلاة، ولكن سبحان الله يعني هو يحس سبحان في بعض الاحيان الليالي هذه يقول الليلة هذه سبحان الله يعني مختلفة احس ان يعني في اجد راحة يعني كما بين يعني ليلة القدر خير من ألف شهر تتنزل الملائكة موجودة والروح فيها بإذن ربهم من كل الروح سنة. المقصود فيها جبريل عليه السلام ولا والروح فيها الملائكة يعني أي. مقصود ممكن في يعني ولكن شرحها مثلا يعني نرجع احنا حق شرحها نعم. حتى يعني يكون ولكن تتنزل فيها شاهد الملائكة والروح فيها كذا تنزل ما والروح بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع يعني الفجر. هذه يعني قيل أن هذه الليلة يعني تتقسم فيها الأرزاق والآجال وسبحان الله تتنزل فيها من الخيرات ومن يعني نعم. من البركات. زين شيخ الغالي أبستقل هذه الليلة نعم. زين هل هناك أعمال خاصة؟ إحنا اتفقنا على أن نقيم هذه الليلة من خلال الصلاة والدعاء نعم. أوكي نعم. هذه اتفقنا عليها نعم. زين الأعمال الأخرى يعني الإنسان ممكن يعني مثلاً يتصدق يعني كمثال يتصدق قبل الله يروح مثلاً حق مثلاً الصلاة يزور والدته مثلاً بشكل عام الأعمال الصالحة يكثر من الأعمال يعني الصالحة حتى قراءة القرآن فيها ترى حتى الحين الصدقة ما يحتاج يعني تلفون رابط صحيح والله صح. يعني ممكن سبحان الله يرسل يعني حتى ممكن أم عياله يما ما تدري قاعد يسوي نعم. يعني خاصة هذه تكون صدقة حتى ما صح. تنفق يمينك صح. شمالك بتلفونه وقاعد سبحان الله يرسل مثلا مشاريع مثلا افطار الصائم مثلا يعني قضاء مثلا خاصة قضاء ديون الناس بالتلفون وهو قاعد مثلا صحيح. بأي مكان عن طريق الروابط الحديثة روابط كثيرة طبعا الجهات الرسمية نعم. المعروفة تحت يعني زين شيخ الغالي بتكلم على الدعاء في هذه الليلة في ورد حديث نعم. عن أم المؤمنين نعم ورد حديث أن عائشة أفضل الدعاء نعم سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إذا وافقت هذه الليلة ما أقول؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني يعني نعم. هذا الدعاء اللي هو طبعا هو اللي يفضل في هذه الليلة ولكن الإنسان لو مثلا دعا هذا الدعاء نعم. وكذلك والحق بأدعية أدعية إحنا يعني بعض الأحيان الإنسان عنده أمور كثيرة وعنده طلبات وعنده حاجات صح. ولكن أدعية النبي تختصر لك صح. الشاملة يعني الشاملة نعم. إيه نعم مثلا كمثال تقول اللهم إني أسألك مثلا من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله أو مثلا اللهم نسألك من خير ما سأل منه نبيك ورسولك محمد صلى عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحين أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي أو اللهم نسألك من الخير كله ما يعني أدعية النبي عليه الصلاة والسلام شاملة الدنيا والآخرة نعم جامعة وشاملة وتختصر لك صح. تختصر لك الوقت وما يمنع مثل ما ذكرنا دكتور أي. أن الإنسان يدعو يعني بالعامية يعني بحاجته يعني مثلا واحد ما هو حافظ مثل هالدعية هذه نقول لا لازم تحفظها لا يدعو الله سبحانه ما شاء أو ما يتيسر الله سميع والله سبحانه عليم يعني عارف شنو حاجة الإنسان لا شيخ الغالي يعني احنا وصلنا في ختام حلقتنا ولا شك بأن حلقة ليلة غد تعتبر من أهم الحلقات اللي احنا ذكرناها في هذا يعني الشهر. كلمتك الأخيرة شيخ الغالي عن ليلة غد نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمشاهدين من عتقائه آمين يا في رب. هذه الليلة المباركة ويوفقنا لكل خير ويعيننا على طاعته وعبادته ويثبتنا على طاعته. قواك الله شيخ الغالي وأنا سعيد في لقائك في هذا الحلقة المميزة والرائعة. شكرا لك شيخ الغالي وشكرا أيضا مرسول السادة المشاهدين. أسأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمن. مع السلامة.